سمينا الاسعار مزينه، ما بقاش هذاك الاسعار اللي كانت في الاول ديال رمضان. كانت بحال لافوكا، كانت مثلا لافوكا كانت ب 37 36، دابا راجع ل 30 31 حتى ل 28 27. بحال الباباي كان ب 15 درهم، دابا راه راجع ل 10 دراهم. الخير موجود، ها المغاربه شويه كيديروا الاحتكار، كيبغيو سكود ستوكي ويديروا هذاك الشيء. كاين الاناناس كيدير 12 درهم، كاين واحد الاناناس النوع الرفيع كيدير 320، وكاين كيوا خويا ب 15 درهم النمره 6، وكاين المونك كيدير 15 درهم 12 ملي الكرتونه في 4 كيلو، وكاين اخويا كيوي دير 13 درهم ديال 10 كيلو، كاين التفاح 8 دراهم 7 دراهم على حسب. دابا لافوكا حنا كنجيبوها من الدار البيضاء، كنجيبوها هنايا كنبيعوها على 2 دراهم 2 دراهم ونص، هادشي اللي كنديرو اخويا. وكاين الشهديه والخوخ دايرين 6 دراهم 7 دراهم. حنا عندنا دابا الاثمنه ديال الجمله، كنهضروا على سوق الجمله. وكاين البائع المتجول هو اللي كيدير الاثمنه ديالو. لا ما كاينش اخويا، كان الغلا في الاول ديال رمضان، ولكن دابا الاثمنه ولات منخفضه، اي واحد يشرب العصير ماشي مشكل. دلاع من 10 ريال 3 درهم، لا ضربت الشمس ديال زاكوره مشى في حالته ما بقاش فيه والو، ديال تارودان شويه، الفلاحه والبياع والشرايه مساكن راه مشاو في حالتهم. لا هابطه الاسعار شويه، مناسبه للمواطن. الخضره كاينه مطيشه هناك من 1600 حتى 60 درهم حتى 1000 ريال، كاينه حتى 800 ريال هذا بالجمله. والخير كاين 600 700 حتى هو بالجمله. بالنسبه للبربه واللفته وداك الشيء 10 ريال بالجمله، والنص التسقيط كيضربها بين 900 ريال. الخيار كاين ب 700 في الجمله، وكاين ب 900 تسقيط 800 في صلاح المواطن. السوق ما غاليش على المواطن، منخفض.